السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المحتوى المفيد، وكيف حالكم يا شباب؟ أتمنى الجميع بخير وصحة وسلامة، وجمعة مباركة على الجميع. حياكم الله في مراجعة فصل 940 من مانجا ون بيس، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ، ولا تنسى إذا عجبك الفيديو المشاركة واللايك والاشتراك. طبعا الشابتر ينقسم إلى عدة أقسام وموجود على الشاشة الوقت وموجود بالوصف ليسهل عليك يا عزيزي المشاهد الوصول للشيء اللي تبي تسمع عنه. لكن قبل ما نبدأ، عنوان الفصل هو شرارة التمرد أو شرارة الثورة، ولو بترجم الفصل بنفسي اخترت شرارة الثورة، وبيجي هذا معنا بالفيديو هذا. الفصل هذا فيه احداث كثيرة جدا، وبنبدأ في المشهد الاول وهي تقريبا الاربع صفحات الاولى. كلام ترافالغار دي والتر لو كان الصراحة بالصميم، والشيء اللي قالته شينبو سبب تفرقة في صفوف الحلفاء، والآن هو رايح ينقذ أتباعه وحيد، وهذا خطر على الحلفاء وعلى لو. من كلام عجوزة الأرواح اللي هو أن علشان تسكن في عاصمة الزهور لابد لك أنك تصير من أدنى الدنيئين، ومثاله اللي أعطت العجوز. الثلاثة كانوا يخططون أبشع الخطط ويتعاونوا على القتل والسلب فقط للعيش في العاصمة، واللي كانوا يسوونه باختصار واحد يسوي حريقه، وكان يرشي المسؤولين علشان ما يمسكونه، وكان يسوي هذا الشيء علشان أصدقائي يحصلون على المال مقابل أخماد الحريق، وصديق الثاني يأخذ الفلوس علشان يبيع بعض المواد اللي تساعد في إصلاح البيوت، وصديق الثالث يأخذ الفلوس مقابل دفن الموتى. الحين يا شباب فهمنا ليش كومورساكي أو هيوري كانت تأخذ الفلوس، ذاك الشايب اللي كسر خاطرنا وكنا نحسب أن كل كومورساكي شخص نتن، لكن اللي بدأ الآن واتضح أن كوروماساكي كانت تعرف إيش قاعد يصير، فكان حلها مثالي بالأدوات اللي كانت تملكها. وأيضا من الجديد في الموضوع، الثلاثة هذول كانوا في عزة كوروماساكي، وهذا يعني أن العزة تم لكن بدون ما يعرض على الشاشة. وفي المشهد اللي بعد نشوف كيف كان شينبو وكانجيرو يحسبون أن تونياسو شخصية مهمة، لأنه كان يتكلم معهم بطريقة عفوية وغير رسمية، والصراحة كنت أشك فيه من أول ظهور له مع زورو، لكن طلع بريء من كل شيء ما عدا انه باع بنته الى كوروماساكي. واذا ربطنا الافكار مع بعض هنا، يوجد تأكيد كبير جدا على ان كوروماساكي هي هايوري، والسبب احنا من هذا الشابتر عرفنا ان كوروماساكي عندها فلوس كثيرة، ومن هذا الشابتر عرفنا ان كوروماساكي شرى توكو من تونياسو بمبلغ غالبا كبير، والدليل على ان الرجل يوزع بعضه لكي لا يحس بتأنيب الضمير ان صح التعبير. وبما ان توكو الان مع هايوري، نقدر نقول 99.99% أن كوروماساكي هي هايوري. لكن هل كان رئيس الياكوزا كيشيرو شريك لها في التمثيلية، أو أنها استخدمت فاكهة شيطانية معينة مكنتها من الهرب؟ والمهم من الأحداث، لما قال لكانجيرو قول لكنمون أن إحنا بنقاتل معك، كنت أفكر وأقول مين معاك بيقاتل أو من قوته، على أي أساس يقول مثل هذا الكلام، حيث أنه استعان بقوة زورو من قبل والرجل ما معها أي سلاح. لكن هو بإمكانه جلب الكثير من الجماهير معه، والسبب انهم يحبونه فهو محبوب لدى الجميع، لكن ينقصهم السلاح. ومن عندنا يجمع اسلحه ويدور عليه زورو، انه الحرام المعروف بقاطع طريق الجسر جيوكومارو، فاتوقع زورو بيحصل على الاسلحه اللي بحوزه جيوكومارو بالاضافه الى سلاحه او سيفه سوشوي. طبعا الاسلحه اللي مع جيوكومارو ليست المصدر الوحيد من الاسلحه اللي بيتمكن الجيش هذا من الحصول عليها. وفي مشهد لوفي صراحة كذا حاجة عجبتني، أولها الهاكي الملكي أو الكونكر هاكي، الصراحة تحس أن لوفي هيبة، لكن الغريب لوفي يقول أن الأباطرة الأربعة لابد لي من هزيمتهم كي أصبح ملك القراصنة، وهذا غريب من جهتين. الأولى أن عد شانكس مع الأباطرة اللي يجب عليه هزيمتهم، وإذا تذكرون يوم لوفي خش حلف مع لو قال إذا كان مش شانكس ما عندي أي مشكلة، ويقصد أن اليونكو اللي بيقضون عليه. كاريبو يعرف أن لوفي بيفقع من السجن، علشان كذا كان أنواع المصلحة والتضبيط عاد الوجه كان كلام ثاني. واللي موتني من الضحك يا شباب، لما لوفي قبل بالمساعدة إذا كان فعلا كاريبو صار عنده تغيير في القلب، يعني خلاص قرر أن يصير إنسان مهذب ومؤدب.
وهذه جاية من صفاء قلب لوفي طبعا، ومن قوة الهطافة كاريبو قمط العافية. وهوغيرو صار يعرف رايزو، وهذا مش غريب، ففي السابق تم الكشف على أن رايزو كان يساعد الناس وكان حليف نوعا ما لعائلة الكازوكي. وعلى قولة هايغرو هذا اللي صار كله قدر، أنه يقصد أن لوفي جال السجن وتم إطلاق سراحه وعطاه الأكل وإلى آخر الكلام. طبعا بما أن هايغرو كان رئيس اليكوزا السابق فهو عنده الكثير من الحلفاء في وانو، لكن الكشف الكبير في هذا الشابتر أو الفصل أن هذا السجن اللي هم فيه ليس إلا واحد من أصل 5 سجون تعج بالمعارضين، فالإفراج عنهم بيكون في صالح لوفي. وفي السابق قد قلت أن رسالة كينمون كانت واضحة جدا، حتى العامة يقدرون يفكون بعض رموزها، وهذا يدل على نوعا ما من السذاجة، والدليل على تلك السذاجة هو عدم تفكيرهم في إنقاذ السجناء المعارضين، وهذا غير الرؤساء اللي هم داخل السجن من معارف هايغرو. وهذا يدل أن الكثير من الناس اللي في وانو تحت إمرة هؤلاء المسجين من معارف هايغرو. وبكذا يا شباب جينا لنهاية الفيديو، كان معاكم المحتوى المفيد، ولا تنسى الشير والاشتراك، وفمان الله، ونشوفكم في الفيديو الجاي.